إنها واحدة من المبادرات التاريخية لسيدي صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى لاتحاد حاكم الشارقة حفظه الله ورعاه، تأسيس الهيئة العربية للمسرح التي أصبحت بيتاً آمناً للمسرحيين العرب، نستظل تحت سقفه، نلتقي، نتحاور، نضع رؤانا، نرسم خط طريقنا للمستقبل. أصبح لنا بفضل هذه المكرمة يوم نحتفل به، اليوم العربي للمسرح في العاشر من يناير من كل عام. نحن المسرحيين العرب وحدتنا هذه المبادرة في بيت واحد وفي يوم عيدنا يوم العاشر من يناير، قدم لنا كل الإمكانيات من أجل أن تسير سفينتنا بسلام لتصل إلى بر الأمان. لقد كان وسيظل رجل القول والفعل عندما اختتم سموه كلمته بمناسبة اليوم العالمي للمسرح في عام 2007 التي ألقاها في مقر اليونسكو بباريس، اختتمها بجملة: نحن كبشر زائلون ويبقى المسرح ما بقيت الحياة. لقد أسس لهذا القول فعلا هو البيت المسرحي العربي، الهيئة العربية للمسرح التي أصبح المسرحيون يتمسكون بها كطوق نجاة لهم، تسايروا مع كل خططها، شاركوا في كل برامجها، واليوم يشعرون أنهم في أمان، وفي يوم عيدهم يوصلون رسالة إلى صاحب الأيادي البيضاء، لصاحب الفضل، يقولون له شكرا. نحن في كل الوطن العربي اليوم متوحدون نحتفل بهذه المناسبة لنؤكد التزامنا بكل ما قطعناه على نفسنا من وعود وعهود بأن يستمر المسرح ما بقيت الحياة.